ناخذ نيوميريكال اكزامبل على هوموجينيوس ترانسفورم. اذا هون بسالك انا السؤال بقول لك فايند تي بي بالنسبه لي. احنا هون ضمنيا فهمانين هاي رح تكون 4 باي 4 تو ريفلكت ذا فولوينج شيفت ان في اوريجين. مش راح احط يونتس، ما راح احط سنتيمترات او امتار او شيء، يعني خلص راح نفترض انه في يونت. ها شيفت ان ذا اوريجين اوف، خلينا نقول دلتا اكس بتساوي زائد 5 ودلتا واي بتساوي ناقص 2 ودلتا زد بتساوي زائد 10. اوكي هاي هذا ترانسليشن سهل جدا. هذا هو اذا من هون مباشره بنقول انه بي بي اورج بتساوي زائد 5 ناقص 2 زائد 10. وفيزيكلي التفسير الفيزيكالي له انه اذا عندي هذا هون بي بعرفش لسه الروتيشن تبعته، بس الترانسليشن تبعته راح تكون انه الحركه باكس، ونفترض هلا الاكس بالنسبه لك تقول خليني افترض انه هذا الاكس هون هذا الواي هون وهذا الزد هون، خليني ارسمها بشكل احسن من هذا الشكل. راح اجي افترض انه هيدي فريم A كوردينيت سيستم A، هاي واي A، هاي زد الاكس A وهي زد A. وانا مشيت هلا من هذا الاوريجن مشيت قديش؟ زائد 5 باتجاه الاكس، نفترض هيك مشينا ها؟ وبعدين مشينا ماينس 2 باتجاه الواي، هي الماينس 2 تقريبا ها؟ خلينا نقول هي 1 2 3 4 5 بعدين 1 2 وبعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لسه بعمل الروتيشن. هاي الزد بي لسه مش روتيتد، واي بي واكس بي. كل فاهم الان الفيزيكال سيجنفيكانس المعنى معنى الاوفست. هيو مشينا على هدول الاكسيز وهدول الاكسيز بالنسبه له، لكن كمان في عندي روتيشن، والروتيشن خلينا ناخذ روتيشن، خلينا تاخذ تو روتيشن، روتيشن او اراوند زد بي اللي هي شو سميناها احنا الزاويه الفا باي 30 degrees، then around y b y b اللي صارت عندي هون و y b داش اللي نجت هون باي 45 degrees. اوكي هلا هدول لما احنا بنلف حوالين b و b الجديده اللي صارت هون، ايش هدول هم؟ ايش سميناهم الزوايا؟ اويلر ولا فيكست؟ اويلر. اذا الترتيب كان فيهم انه زد بالاول بعدين واي، فبصير عندي الان هدول ايكويفالنت بيكونوا تو فيكست باي 45 درجه اراوند واي اير ذن 30 ديجريز اراوند زد اير. اوكي الكل متفق مضبوط هيك؟ معناها مين اول واحد راح يصير عندي؟ يصير حوالين الواي. اذا اول شيء بدي احط ار واي، ايش الخط مش مبين؟ اوكي اذا اول شيء بدنا نعمل حوالين الواي باي قديش؟ اذا بدي روتيشن حوالين الواي فيكس هذا كله باي قديش؟ 45 degrees. وبعدين بدي اضرب هون ار حوالين الزد باي قديش؟ 30 degrees. هذا راح يكون الاي ار دي. ماشي الكل متفق معي هون؟ شو عملت بالاوردر؟ عكسته. ما عمل روتيت باي اكس يعني ما عملناش بالحاله هاي انا مش عامل. اوكي؟ اذا هذا بتكمل لو قال لك هون اول شيء زد بعدين واي داش بي، انا عملت هون واي داش لانه بيتحركت، بعدين اكس دبل داش بي راح يكون مساوي للعكس، راح اضرب اكس بالاول بعدين واي بعدين زد. اوكي؟ بتعرفوا تعملوا هاي؟ خلينا نعملها هون.
هلا احنا بتتذكروا حكينا اول وهي حوالين مين؟ حوالين واي. اذا راح تكون عندي هون 0 1 0 0 0 1 والنيجاتيف وين قلنا لازم تكون؟ هون مش هيك؟ وبعدين حوالين الزد فالزد ما راح يتغير فراح تكون هاي 1 0 0 هاي 0 0 1 والنيجاتيف راح يكون هون. ساين ال 45 اللي هو 1 على جذر الاثنين مش هيك؟ وكوساين 45 1 على جذر الاثنين فراح يكون عندي هون 1 على جذر الاثنين 1 على جذر الاثنين 1 على جذر الاثنين نيجاتيف 1 على جذر الاثنين. بعدين بدي هون بدي ابدا بكوساين ال 30 كوساين ال 30 اللي هو جذر 3 على 2 مش هيك مضبوط؟ فبصير عندي هون جذر 3 على 2 ساين اللي هي نص نص جذر 3 على 2 اوكي؟ بتعرفوا تضربوا هدول؟ ما بتعرفوا؟ في حد ما بيعرف يضرب هدول التنتين ببعض؟ هلا هاي رح تطلع معي هاي ممكن يطلع فيها زيروز لان احنا ما عملناش غير عمليتين اوكي وين بيطلع زيرو معي مثلا هاي مثلا هاي طلعوا هذه هون ممكن يطلع زيرو فيها هاي تطلع زيرو لما بضرب هاي في هاي مثلا بيطلع لي زيرو ممكن يطلع هون اليمنت زيرو بتكملوا تضرب هذول الاثنين في بعض هلا النهائيه شو بتصير التي النهائيه راح يكون فيها الشكل التالي هيها تي بي هاي عندي الزوايا اللي هم عفوا مش الزوايا الاوفست او الخمسه ناقص 2 10 وهون راح يكون 1 0 0 0 والثلاثه هذول من وين راح يجوا؟ راح يجوا من حاصل ضرب هذول الاثنين اللي هم هاي اوكي فبناخذ الارقام اللي موجوده هون وبنحطها هون بتصير هاي هي الترانسفورميشن لهذا طبعا هذا انا لفيته على فكره خلينا نحاول نرسم هذا لفته شو شكلها راح يطلع لفينا اول شيء حوالين حوالين الاكسس تبعه هو نفسه فلفيناه حوالين الاكسس نفسه اللي هو طبعا في البدايه اول لفه ما بتاثر اللي هي لفيناه حوالين زد بي وين زد بي؟ ب 30 درجه وراح تتحرك عندي اول لفه راح تكون هيك وهيك هذه هون 30 درجه هاي 30 درجه هذا راح يضل نفسه وهذا ايش راح يصير اسمه على فكره؟ واي بي داش كان اسمه واي بي صار اسمه واي بي داش وهذا راح يصير اسمه اكس بي داش هلا بلف حوالين مين بلف حوالين واي بي ولا واي بي داش واي بي داش اوكي او بلف وطبعا لما بلف هلا لفه ثانيه خلينا نحاول نعملها بالازرق اللفه الثانيه بالازرق بعرفش اذا بقدر ارسمها بشكل واضح عشان افهمكم وين ايش اللي صار اسمه واي بي دبل داش هلا بعدين بدنا نعمل بلفه بمقدار 45 درجه حوالين هي حوالين واي بي داش 45 درجة، وين صار واي بي داش؟ هي موجود هون، واي بي داش بوزيتيف راح يصير هيك، يعني أنا بعرفش الرسم تبعي مش راح يكون 100% بس هذا صار عندي هون هي زد بي داش وبعدين اكس بي نفسه راح يتحرك فهلا يعني زي ما حكيت لكم صعب نرسمه هون بس يمكن مثلا يصير هيك اكس بي دبل داش بتحب تسمي هذه يمكن أحسن نسمي هذا زد دبل داش واي بي ما تغير لازم طلع واي بي داش تمام واي بي داش هاي ما تغير الكلام صح؟ بتساوي واي بي دبل داش اوكي؟ فهاي هلا بتمثل هاي الماتريكس النهائية في حد ضرب هدول الأرقام بتحبوا نضربهم نكمل المثال كامل؟ طيب يلا اضربوا اللي حابب تطلع على حاسبة نضربهم بدنا ناخذ أول شيء هاي في هاي هلا هاي سهلة لأنه هاي زيرو هون وهاي زيرو بتصير جذر الثلاثة على 2 في جذر الاثنين مضبوط هيك اتبعوا معي حل انه مضبوط بعدين بناخذ هاي بضربها هون عندي 0 0 بضلها 1 بتصير هاي ناقص نص بعدين بناخذ الأخيرة وبضربها هون بتصير جذر 3 على 2 في جذر الاثنين هذا الجزء وبعدين هذه زيرو وهذه زيرو مزبوط هيك هذا السطر الاول ناخذ السطر الثاني صوت يا شباب صوت هون عندي هلا باخذ هاي بضربها في هاي زيرو وهاي زيرو بتصير عندي 1 على 2 في جذر الاثنين هنحط السطر الثاني بلون ثاني 1 على 2 في جذر الاثنين بعدين هذا الرو في الكولوم الثاني بصير عندي زيرو وزيرو جذر 3 على 2
وبعدين هذا في اخر واحد يصير عندي واحد على اثنين في جذر الكم. واخر شيء بيجي عندي هلا ببينوا زيروز عندي. هذول اثنين زيروز بصير عندي ناقص واحد على جذر الاثنين بحطه بالاخضر. ناقص واحد على جذر الاثنين اللي هو هذا، بعدين عندي هذا بصير زيرو وزيرو وزيرو، هي زيرو طلع معي. وبعدين اخر واحد بصير عندي واحد على جذر الاثنين. هاي بتمثل اويلر روتيشن حوالين زد ب 30 وواي ب 45، او بتمثل فيكست روتيشن اول شيء حوالين الواي ب 45 والزد ب 30. اوكي؟ وهاي اخذناها هلا، ناخذ هاي زي ما هي بنحطها هون وبنضيف 5 ناقص 2 10، وهي هون عندي الدايمنشن هون، هذا بمثل روتيشن وترانزليشن.